وهون أنا شايفة نهاية رقم 5، نهاية للطرف الثالث. مهما كان الطرف الثالث هذا حبايبي، يعني مش بس هو طرف ثالث خيانة أو شخص ثالث داخل على علاقة، ممكن يكون أي عائق في العلاقة العاطفية، وحتى مش بالعلاقات العاطفية، ممكن بالعمل. عائق يكون بالعمل بينك وبين مديرك، بينك وبين شخص يكون فايت طرف ثالث. فمش الطرف الثالث هو بس خيانة، كمان ممكن يكون في أي مجال. هون شايفيتك عم بتحاول انك تستشفي، وهون شايفة نتيجة الاستشفاء رح يصير ان شاء الله في هاي الفترة، في اخرها ممكن تاني اسبوع او بعد بشوي، يعني استشفاء تام من خلينا نقول من اي طاقة سلبية كنت تعاني منها بكل اشكالها، حسد، سحر عين، ما بعرف شو هي، بس انت بتعمل رقيات، بتعمل استشفاء. في منكم بيروح يمكن عند معالج طاقة، في منكم بيمارس يعني امور بتعمل على الاستشفاء وعم بيستمر عليها، عم بيكون مكافح في هذا الموضوع، ما عم يمل ولا يكل، يعني يضلوا يكرر هذا الموضوع. لذلك بشوف عندهم السبع شاكرات انضاف، يعني شخص، لا يعني شخص عن جد عم بيشتغل على حاله هاي الفترة وعم بتجيب نتيجة. برج الدلو بشكل عام حبايبي هاي الفترة، يعني على قد ما تشتغل انت على حالك، على قد ما السنة الجاي خلينا نقول او الاشهر اللي بعدها رح تكون بخير. فكتير ركز على المدة الجاي كيف رح يكون شكلها. نيجي ناخذ هاي الكروت نفتح بشكل عام على العاطفة. هلا ممكن نكون عم نقرأ قراءة عامة مش عاطفية، يبين فيها شوية عاطفة، ممكن أساسا تكون فاتح على العاطفة أو قراءة عاطفية ويبين عندك شوي أمور تانية. فنحاول نحكي عن كل الكروت مهما كانت لها علاقة في العاطفة أو لا، لكن القراءة هي عاطفية زي ما بتعرفوا. دائما بعيدها إنه القراءة العاطفية هاي قراءة عامة وممكن تكون عكسية، فأكيد ما حتنطبق على الجميع، أو يمكن طاقتك ما بتوصلني، فكتير في أسباب. هون بقول لك انسى الماضي، كتير كتير عم بتفكر بأخطاء الماضي، ما عم تنسى للشريك الأشياء اللي عملها، والشريك ما عم ينسى الأشياء اللي أنت عملتها، ما في تسامح، ما في في شايف شوي روح الانتقام بالموضوع، ما عم تنسوا. شوف حابة تكون كتير وحيد هاي الفترة، عم حابة تكون وحيد لأنه تعبت من كل شيء، تعبت من مشاكل اللي في شغلك، تعبت من كتير أزمات أمور، حتى بالعلاقة العاطفية عم بتكون في اللي هو تحديات أو تشالنجز. برج الدلو شايفيتك أكتر إشي هون عم تفوق لنفسك، عم شوي شوي تهتم في حالك أكتر، عم تهتم في مظهرك كتير 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 هاي الفترة. ومش بس مظهرك، عم تحاول كمان تقعد مع حالك، تأنب حالك، يمكن أحيانا أحيانا لا بالعكس، فعم تقعد مع حالك كتير، عم تتواصل مع روحك الداخلية، عم بيكون عندك حدس قوي كتير هاي الفترة أو حاسة سادسة. ف بشوفك هون حاصل على الخير، يعني المطر خير في الكارت، عم بشوف الحبيب عم بيجهز حاله،
بعدين جاي وهو مسلم، يعني شوف رافع الراية البيضة وجاي لعندك، فبدك تكون يعني مستقبل جيد لهذا الموضوع، وما تكون قاسي، ما تكون خلينا نقول طف معاه، تكون شوي أكتر. هون شايفة في عوائق كتير في علاقتهم العاطفية، يمكن تزداد بهاي الفترة، ولكن على قد ما انتوا تعبتوا على قد ما حتلاقوا في نجاح لهاي العلاقة، مع انه ما في شيء بالسابق بيدل على انه في يعني في خير جاي، ولكن الخير جاي هون وهون، في خير كتير جاي. ممكن تسافر مع الحبيب، او الحبيب مسافر، او كل واحد في دولة، او بعاد عن بعض يعني عاطفيا، مو شرط يعني في المكان. عم بتشك بالحبيب، لكن هذا شكك مش في محله. شايفك رح يعني رح توصل اوكي انت والحبيب، ولكن يعني رح توصلوا لنقطة معينة، رح تتكاملوا، رح تقربوا كتير مع بعض، ولكن هذا كلياته بيحتاج جهد منك، جهد منه. اذا ما صار هذا الجهد ما في فايدة. وشايفة هون كبرياء كبير من الطرفين، يعني الطرفين عم يتعالوا عن الموضوع، انه كل واحد عم يترك الثاني لحتى انه يرجع. اكثر اشي شايف الكبرياء، انه هاي اللي متأكدة انها مش عكسية، يعني اللي متأكدة منه انه برج الجدي هو اللي عنده الكبرياء الكبير هذا، فعم بشوف حاله كتير هيك انه لا هو مستحيل يرجع، انه كذا، ولكن جوات قلبه بيموت بالحبيب، كتير كتير بحبه. شايفة للناس المتزوجين ممكن يكون في عندهم سفر او هجرة عم بيفكروا فيها، إلهم فترة طويلة. وين تكملت هذا؟ اهو خلينا نشوف اذا في نصائح. لبرج الدلو، ممكن تكون مسج من الكون، ممكن من الملائكة، يعني بقول لك غير نظامك اليومي، غير ممارساتك اليومية. قبل شوي قلت لك ممكن يكون في عندك ادكشن، ممكن يكون في عندك ادمان على موضوع معين، فهون عم بيقول لك فعلا انه زي ما قلنا انه بداية جيدة لحتى انت تعمل اكسرسايزز، تعمل مش عارف اللي هو برنامج جديد لحياتك اليومية، تغير في حياتك اليومية، ما تضلك نفس الروتين طول الوقت، نفس الروتين بتاكل نفس الاكل، بتروح بتعمل نفس الشيء، اذا كنت مدخن عم بتدخن بكثرة، عم بتروح للاكستريم في المواضيع، فبيقول لك لا انه هيك وهيك. كمان برج الجدي ناجح جدا في العمل، فالعمل عم ياخد منه كتير تفكير، وكتير اللي هو ما بيعرف يوازن كتير بين التفكير والعاطفة، او عنده مش عارف العاطفة اهم من، انا بحكي عن الرجال من الجدي مش عن البنات، البنات طبعا لا عاطفيين كتير، رومانسيين، عندهم انوثة يعني طاغية، ولكن انا بحكي عن الرجال من برج الجدي، عم بيكونوا كتير عم يهتموا في الشغل على حساب العاطفة، او على حساب عيلتهم. listening بيقول لك استمع بإصغاء، يعني انت من الناس يمكن اللي بتطنش كتير، بتسمع وبتطنش، يعني ما بتستشير كتير، بتعمل اللي براسها. بيقول لك لا استشير اللي حواليك، يعني اسمع. ممكن كمان يقول لك اسمع للطاقة الكونية، حاول تكون اكثر روحانية، وكأنك شخص نوعا ما يعني حاليا عم بتكون شوي بعيد عن الروحانيات، فبيقول لك زود هاي الروحانيات. شيم الظاهر انه في حدا من العائلة عندك، او انت شخصيا او الشريك،
عمل شيء يدعو هي كلمة كبيرة بس أنا يعني بترجمها حرفيا، للعار، أو مش للعار يعني، لا ما بعرف، صارت فضيحة، صار شيء مؤلم يعني، صارت مشكلة وكبرت، ف بيقول لك إنه رح تمشي، عديها، حاول تنسى. شوف هاي الكروت إذا لبرج الدلو. برج الدلو بيقول لك في هذا الكارت إنه الفترة الجاي رح تكون في وفرة كتير، أو رح يكون في حظ فاستغله، لأنه بعديها في فترة مش قحط يعني، بس بعديها في فترة يعني رح تحتاج فيها هذا المال، رح تحتاج فيها هاي العاطفة. بقول لك عبي على قد ما تقدر هاي الفترة، اشحن حالك على قد ما تقدر، عندك وفرة مالية، يعني حاول إنك تكسب أكتر شيء ممكن، وكأنه في بعديها شوي نزول في هذا الموضوع، إن شاء الله ما يكون فيه. بحكي لك you are safe، أنت بأمان، مهما كانت الظروف حواليك أنت ما تخاف، مهما كانت التغيرات حواليك على أي صعيد فأنت ما تخاف، أنت في عناية إلهية، أو أنت بيقول لك you are safe. فورق حلو، الحمد لله رب العالمين اللي طلع فيه ورق حلو، يعني إن شاء الله يا رب إنه الأشياء الحلوة تصير والأشياء اللي مش حلوة ما تصير.